السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، أتمنى لكل الأمة الإسلامية تدخل عليها بالصحة والعافية يا رب، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، ويشفي جميع المرضى ويرحم جميع الموتى يا رب. إن شاء الله سنة جديدة تدخل بالصحة والخير والعافية، وننسى كل ما مضى في السنة الماضية يا رب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.